السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ هنعمل النهاردة مع بعض بسبوسة بطعم التيراميسو، طعم وهمي جدا جدا جدا. وصفة سهلة وبسيطة. شايفين بقى طبقات البسبوسة وكمان الجبنة والحليب المكثف وكل الحاجات الحلوة دي. وصفة سهلة وبسيطة. تعالوا يلا نبدأ الفيديو ونشوف عملنا الوصفة الحلوة دي ازاي. هنا في بولة مناسبة هحط نص كوباية من الحليب، كل المكونات طبعا بدرجة حرارة المطبخ، نص كوباية. بعد نص كوباية السكر، نص كوباية من الزيت. السكر ممكن نقلله لحد ربع كوباية كمان. هنا نص كوباية من اللبن البودر، بيدي طعم حلو قوي. وهنا كمان معايا نص كوباية من الحليب المكثف المحلى المكرمل. انا كنت عاملاه عندي في القناة، اللي ما شافش الوصفة يدخل يشوفها. ممكن يكون طبعا حليب مكثف محلى عادي، بس المكرمل بيدي ايه طعم زيادة شوية. دلوقتي هقلب كل المكونات لحد السكر ما يدوب معايا. دلوقتي انا هحط كوباية ونص من السميد الناعم، طبعا بالشكل ده كده، كوباية ونص، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الفانيليا. ودلوقتي بقى مش هقلب كتير، يا دوب بس السميد يختفي ويتشرب السوائل، يبقى كده جاهز معايا بالشكل ده كده. دلوقتي كده انا هحط البسبوسة بتاعتنا في اي صينية عندي بتدخل الفرن بالشكل ده كده، واحطها في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 لحد ما الجناب بتحمر. واول ما الجناب بتحمر اكيد هي كده بتكون استوت. لو لسه الوش ما اتحمرش اشغل عليها الشواية حاجة بسيطة لحد الوش ما يتحمر، اسويها بس كده بالشكل ده كده. هدخلها الفرن. البسبوسة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن واخدت اللون الحلو ده من غير ما اشغل عليها الشواية، معايا هنا نص كوباية من الحليب، عليها معلقتين كبار من الحليب المكثف المكرمل. ممكن طبعا تحطوا شربات، دي حرية شخصية، اللي هو بتاع البسبوسة. هوزع بس السيرب كده معايا عشان البسبوسة تتشرب كل السيرب اللي معايا. السيرب بارد والبسبوسة سخنة او دافية. انا يدوب عارفة امسك الصينية بالشكل ده كده. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل التوبينج. شايفين بقى البسبوسة بتتشرب الصوص بكل سهولة ازاي. دلوقتي هنعمل التوبينج. دلوقتي عشان اعمل الصوص هحط نص علبة من كان الحليب المكثف المحلى، ممكن طبعا نكون عاملينه في البيت، انا هحط نص العلبة بس. هحط عليهم 6 مثلثات من الجبنة، ممكن تكون مربعات وممكن كمان تكون جبنة كريمي. دلوقتي هخفقهم بالمضرب الكهربائي او بالهاند بلندر. دلوقتي بقى هحط صوص الجبنة مع الحليب المكثف المحلى واحطهم تحت الشواية، يا دوب بس الوش يتماسك، انا مش عايزاه يستوي ولا اي حاجة خالص. او ممكن ما نحطوش، ونحطه في التلاجة، بس طبعا لما بتحط تحت الشواية بيعمل طبقة حلوة قوي. هفرد بس الصوص. دلوقتي بعد ما فردت الصوص هحطه تحت الشواية زي ما قلنا. بصي بقت جاهزة معايا، بس وانا بقلبها ان الحتة دي لزقت بس في الطبق. دلوقتي هندريها، ما فيش اي مشكلة خالص، حتى لو ما كانتش لزقت كنت برضو هعمل نفس الحركة. معايا معلقة كبيرة من الكاكاو بتاع الولاد، عليه معلقة صغيرة من النسكافيه. دلوقتي كده هرش رشة حلوة جدا. عايز اقول لكم بقى البسبوسة دي طعمها تحفة تحفة تحفة، يجنن، لازم تجربوها. طعم الحليب المكثف والجبنة وكمان النسكويك اللي في الاخر ده مع النسكافيه، بجد بيدي طعم حلو قوي. دلوقتي بقى بأي صوص عندنا، انا عندي هنا كريم شانتيه، ممكن لو حليب مكثف محلى او حتى كريم شانتيه او اي حاجة. ده كريم شانتيه وعليه برضو جبنة، صوص جبنة بالشكل ده كده. بسبوسة طعمها مختلف تماما عن اي بسبوسة دقناها قبل كده. دلوقتي بقى نفتح قطعة مع بعض نشوفها من جوه شكلها عامل ازاي. شايفين بقى طبقة الكريمة والحليب، سوري، الجبنة والحليب المكثف المحلى،
وكمان البسبوسة قد ايه طرية ومتشربة من الصوص اللي احنا حطيناه. وصفة سهلة وبسيطة وطعمها يجنن، غيرت معنى البسبوسة خالص، خليتها حاجة حلوة قوي وشيك قوي كمان في نفس الوقت. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ويا ريت اللي عجب الفيديو يعمل لايك. باي باي.